اخواتي في شقاوه؟ اه في شقاوه. انا واقف بره بس كنت بفتكر انت ضربتني قلم. اه ده افتكرت. طبق الاصل العلقه اللي فاتت، لا قلم زاد ولا قلم نقص. امضي اشول، امضي اشول. واحد غبي، دي نكت، نكت عم لنا نكت. في ايه النكت هتنفجر فينا؟ احنا اللي هنفجر من الضحك دلوقتي. ما تقول لنا نكته يا باشا. هقول لك نكته، سمعت اخر نكته؟ يلا قول. اقول لك بيه هو ماشي، الظرف فيه العود، خدهم ومشي. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. الاشول الشهير بسونه، نمره البطاقه كام يا سونه؟ 50 60 70 50 60 70 80 80 5. حلو قوي، بالصلاه على النبي كده. سيف مضى اهو كيلو بصم بصم. نبي انت ابن حلال. امضي اشول، امضي اشول. والنبي ابن حلال، امضي اشول. كام نسخه؟ اربعه. المبالغ محطوطه محطوطه. السنين يتظرف 750 الف جنيه في السنه، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت ايه يا حاج؟ البيه هو ماشي، الظرف فيه العود، خدهم ومشي. البيه هو ماشي، الظرف فيه العود، خدهم ومشي. عامل ايه الحشيش؟ تمام تمام. حاجه هايله قوي زي الفل يا سيدي. الناس الحمد لله. البيه هو ماشي، الظرف فيه العود، خدهم ومشي. يعني انضحك علي تقريبا، والقانون لا يحمي المغفلين. شوف انا عامل معاك اتفاق، هديلك 200 جنيه وتحكي لي الحكايه دي تاني. ايه ده؟ انت بتعيط؟ متعيطش، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ انا عارف انك خسرت كتير، انا عارف عارف والله، بس معلش معلش. ايه ده؟ انت مش مستاهل والله، ما تعيطش كده. لان ما كانش صح تعمل كده. هلا ده انا كنت مديك قلبي، هلا ده انا كنت مديك قلبي، هلا ليه كده؟ هلا دي اصفق وسخ. انا عايز حاجه تعيطني حبيبي. عايزني انكد عليك؟ نكد؟ ارجوك ارجوك شوف لي حاجه تعيطني قبل ما اروح. طلبك عندي خلاص، طلبك عندي. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. زغرطوا يا اخواني، يا حتى زغرطي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرطوا كده، زغرط يا عم سامحوني. اتريني حمار وما اناش عارف ان انا حمار، واكتشفت متاخر قوي. صباح الخير يا مازو. صباح الخير يا نبيل. ايه ده؟ معلش معلش، شجنات يا مازو ولا ايه؟ معلش اهدى يا نبيل اهدى، معلش هو اعصابه تعبانه نستحمله. ها متزعلش مني، انا بضربك لمصلحتك، بس صدقني بقى الكار ده مش كارك. الرجالة في ايه؟ كله على اسمك. وهتعرف تخلص ولا هيشيلوك مرابعة تاني يا حليت؟ لا هعرف، هنشوف. الحمد لله على السلامة يا عربي. اهلا اهلا، تعال تعال هديك ايجار السنه كله، تعال يا راجل يا طيب. حبيبي عامل ايه؟ يلا على الطلاق، ما حد هيجيب لنا جلطه غير ده، دي اللي هيودينا جوتله. عمينا وتكسحنا منك يا اه والله، مش طايلين حاجه، اما نجوع على طراب. انا بريء انا بريء.
انا اعرف ان الواحد يبقى فرحان لما يكسب بمجهوده. انت عارف اصلا انت كسبت ازاي؟ مش عارف والله، كسبت بالحظ يمكن، بس فرحان. يا سيد ثواب، ثواب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ثواب والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. اسمع عليك لا يا جدعان، الواحد لازم يبقى معاه الموبايل في ايده دايما عشان اللحظات التلقائيه اللي زي كده يلحق يسجلها. انت دلعت زي الجردل كده. معلش يا كبير، تعيش وتاخد غيرها. انا والنبي يا راي، كفايه بقى ده كمان واحد، كفايه بقى ده كمان واحد. يعني هو هيكون غلط في ايه بس يا جوز خالتي؟ هو عارف ولا تحب اقول؟ انت يا عم من الطريق وانا من الطريق ماشي. انا محدش ضربني كده قبل كده. شايل لي زمزميه ومامتك عامله لك سندوتشات، طالعين رحله متخلف. ايه ده؟ اسمع، ايدك تحت، ايدك تحت، ايدك تحت ولا نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد لسه اللي جاي جامد. هو ده الشريط اللي بدور عليه. ساتالانا ساتالانا لانا ساتالانا. انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. ايه ده بقى؟ خلاص مش الكلام، بتعيط بقى خلاص. قلنا ايه؟ خلاص معلش. كسبت، كسبت يا وش الخير. انت وايه اللي كسبت؟ كسبت ازاي؟ الواد ده مش انت قلت لي اللي بيخلص الاول هو اللي بيكسب؟ معلش ايه دول هيموتوني ياد، هيموت. لا هو اللي المفروض يموت، هو اللي كسب عليا. انا بابا يالا. والله التمثال اهو، اتصافوا انتوا بقى مع بعض. لا دي سهله قوي قوي يا رضا. ما نجلكش بحاجه وحشه. ما انت جيت اهو يا عم الحاج. هما ولاد ابو اسماعيل ما جوش يعملوا الواجب؟ لا ما هم عملوا الواجب الصبح. سعيد الطيب مات يا ضو، ودلوقتي بقى في سعيد الوحش. فاكرني؟ يبقى انه مجني كويس. انا مش قلت لك قبل كده ما تعيطش على اللي فات واستنى اللي جاي وعيط عليه كل مره واحده؟ يلا بقى ورينا العياط. احنا اللي كسبنا. ابتسم، لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناه، ولا تبخل علي بالتعليقات لانها بتحفزني انزل فيديوهات تاني بشكل اسرع. اعمل يا جدع لايك، اقرأ لي، قول لي الله ينور، ما تقل اشتمني وري كده، بتقدرني.